تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور المهرجان السنوي لسواق الهجن ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 33 والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني السعودية تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية. وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الصغير هذا اليوم. وأعرب صاحب الجلالة عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق وتميز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، مؤكدا اعتزازه البالغ بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين. وأشاد جلالته حفظه الله بجهود أخيه خادم الحرمين الشريفين الرائدة في المحافظة على التراث الشعبي الأصيل ودعم فعاليات الاحتفاء بالتنوع الثقافي مع مواكبة التقدم العلمي والتقني الحديث، مؤكدا أن مهرجان الجنادرية يكتسب أهمية خاصة لما يعكسه من تاريخ وحاضر ومستقبل السعودية ودورها المشرف في تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات. ونوه جلالته بما يحققه مهرجان الجنادرية العريق من نجاح متواصل منذ انطلاقته الأولى وما تحظى به فعالياته الفنية والأدبية من اهتمام وحضور واسع من قبل المفكرين والباحثين والمثقفين والمهتمين بالموروث الشعبي باعتباره أضخم منصة ثقافية عربية جامعة للتنوع الحضاري في المنطقة. وأعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لفعاليات المهرجان وجميع القائمين على تنظيمه.